احنا الان انتقلنا بكم بهذه البلاصه هذه اللي راه زوينه صراحه، منظر رائع كيبان من هنا. هاد الجبال هادو هانتوما كيف ما كتشوفوا، يعني منطقه زوينه تاع صحاب تريب ولا اللي بغى يديرها سميتو. هاد المنطقه ما عرفتش فين كتدي، ولكن راه كاينه واحد الطريق صغيره اللي ما عرفناش كين كتوصل. انتوما كيف ما كتلاحظوا المنظر ديالها رائع، ما كتشاهدوا معانا يعني زوينه. وكاين واحد العين هنا ولكن السلطه محدوده، يعني خارجها من هنا قريب. وقلنا نوريو لكم هذه المنطقه هذه حتى هي. يعني صراحه اجواء زوينه، هذا الصوت تا هو تاع العصافير تا هو تيوحي لينا بالراحه. هاد البلاصة هادي كتواجد ما بين قصيبة وغرب العلام، يعني صراحة ما عرفتش اسميت هاد العين هادي. يعني ها هي دول من بعد ديالها، ولكن راه ناشفه، ولكن الا زدنا هنا واحد شويه غادي نصيبو فيه الماء. كاينين مناطق اخرين عاوتاني، اللي كيتواجدوا في هذه المنطقه هذه اللي راه مزوينه وفيهم ما يتشاف. سبحان الله، هذه الكرمه هذه فين هي؟ اول منبع ديال العين. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بهذه الخرجه هذه، نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم.